لي قال لي جزيك واش دابا هادشي اوبيراسيوني باش هادشي شاف ولكن علاش بالضبط حنا عندنا فرص في عيد الاستقلال وعيد المسيره باش ندشوا وما يدوا لي حتى شي السيد الولي حنا عندنا اشكاليه تروح في طنطا باش نديروا كازيو باش نعرفوا بالضبط علاش بالضبط كنقلبوا الفرص باش ندشوا مشاريع ولا نعطوا شي شروحات للمشاريع اللي هي ديجا اوبيراسيونيل ونخلوا حتى الفرصه نقلبوا علاش بالضبط باش الحكومه يلا مشى عندنا عيد المسيره يلا مشى عيد الاستقلال واش حنا منتخبين ما خدامين راه خصنا نعرفوا بالضبط حنا كنمثلوا لا سيدي الولي لان هذا راه اشكاليه مطروح عندنا في طنطان علاش بالضبط ندشوا هذا الشيء وانا كنمثل الساكنه خاصها نكرسوا خلوا حتى نقلبوا الفرص باش نبينوا قدامنا راه حنا ما خدامين كشومه اشي دي في العمل راه انا بالنسبه لي راه جوج ميكونتر راه ما عنده حتى شي معنى والله لا سيدي الرئيس شوف انا كاع عندنا ديال المناسبات الناس كتبش على الصعيد الاقليمي والجهوي وحنا حتى حد ما عندنا حتى شي مشروع وكان حنا كنستقوا حشومه دائما